كتير منكم بيتواصلوا معي على أساس عندهم دوالة، ولكن المشكلة اللي عندهم هي أوردة عنكبوتية. شو هي الأوردة العنكبوتية؟ هي الأوردة اللي لونها موف أو أحمر ظاهر على الجلد. كيف طريقة علاجها؟ سهلة جداً، بواسطة إبرة صغيرة منفوت على الأوردة ومنحقن مادة مصلبة، هالشي بيؤدي إلى ضمور بالأوردة، منسميه بالإنجليزي سكليروثيرابي.